واستقبل سمو حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي. الحمد لله على سلامة سموك وحفظك إن شاء الله باسمي وباسم إخواني وزملائي أعضاء النيابة العامة الشباب والبنات يتسلمون عليك ويقولوا لك التحية والحمد لله على سلامة سموك وعودة إلى البلد وديرتنا ويحفظكم من كل شر. وحقيقة بطول فترة إقامتك في أمريكا يعني كنا قلوبنا معك يعني ونحاتيك على العارض الصحي اللي تعرضت لي سموك وقلوبنا كلها معك ودعاكم ودعوة أهل الكويت ونيتك الطيبة طال عمرك نيتك الطيبة الحمد لله أحفظك لنا وديرتنا إن شاء الله ويطول بعمرك ويحفظك ويخليك لنا وديرتنا إن شاء الله وللمنطقة كلها.